بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه الإمام مسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات ربي عليه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات ربي عليه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات ربي عليه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه قال:
كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه فقال: انههن. فأتاه الثالثة قال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فحت في أفواههن التراب. رواه البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات ربي عليه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متفق. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ضرة
رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. سورة الإسراء الآية 81. وقال: جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. سورة سبأ الآية 49. رواه أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة محمد بتوه الإسلامية تقدم حديث اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 ثمرات، فأعطت كل واحدة منهما ثمرة ورفعت إلى فيها ثمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. متفق عليه.